وبعد المدح في المكمل او مع خطاب الهنايه نحكي في سيره وتمل عرفان جعفر منايل بسيرة عرب اقدمين كانوا ناس يخشوا الملامه سعيهم اسد سبعي في نجد في ديوان الملك حسن جالس السلطان حسن والامير غانم والزعيم دياب والقاضي بودير بن فايد والطوي بن مالك وجالس العرب كلها على سرور ناس تداوي الجروح المعاني اللي جالس وقاعد وساطع من وجه النور من الله يرجى المعاني أبو زيد نادى يا قمصان نادى سلامة وقال يا قمصان دنا نوم الليالي معديني انت سرق لك على حصان وانا هات لي الكحيلة وقديم أصل يا عبد أنا قاصد الصيد يا قمصان أنا قاصد الصيد شوف عادات الرجال وانا بوجه ربي مقاصد طالع أصيد لي أبو شال على الفرن مايل هو لعبد سالج على حصان يكبر زيد أبو باعمايل ركب سلامة ولعبد جنبي رجل ولي وجهي أبو زيد والعبد قمصان سمعوا صوت عمال ينادي في الجبل وهم ماشيين عمال يقول إيه أنا صباح الحمل مايل ويا ترى وصلنا نجع الهلايل يا ترى النجع وصلناه أنا ارتاح فكري وبالي أنا بطلب من الله يدلني على الهلال
يعني الصوت اللي جاي دير هيدور على جوزير نفسه. نادى سلامة وقال يا قمصان العبد بتاعه، قال له هديك يا بطل ودين، قال أنا سامع صوت في الأجبال يا عبد عم ينادين. بص يا عبد شوفولي مين، بص يا عبد شوفولي مين، قل له أدينا احنا للضيوف مستعدين، احنا نسل المكمل نبينا. العبد لما قام بالعيادة العقل منه هجين راح يجن، قال له يا سيدي دول اثنين مره وطفل جار هجين، ما فيش غيرهم في الجبل دول. قال له طيب هات هاتهم بالراحه وقلها دخلت الحمى يا اصيله، الهم منك مضى وراح وخفت حمولك الثقيله. العبد في الجبل طار هنا حويط فلي تحسب العبد وصل حرامي جاي يطلعها جاي يسرقها وياخذ حاجتها، ما معاش حاجه، جايه بالجبل ولد الظلام. قالت له انا ولي ضفت ابو ري بدور عليه في البلاد. يا موزون فكرك وري اوعى تجرح فؤاد. العبد قال لها يا ولي أدي رميت سلاح منين، أصم الله يا نور عيني، ده أنا قمصان وأبو زيد سيدي، الراجل اللي أنت جاية قصداه يعلم لك أنا عبيده، ارمي حمولك على الله ومعاك يدرب البيت. مرحبا يا ستي إلى البيت، أهو واقف وسامع جواب، تفضلي بينا على البيت أصيلة يسلم أداب. العبد قادر بأمان وياه قمصان ظريف المعاني، قم لما وعيلهم أبو زياد شاور بيداه قال مرحبا باللجان، مرحبا بالضيوف الاثنين، الغلام وأمه حدانة أنا أفديكم بالروح والعين. الفرح خط وجان، قالت له أنت أبو زياد؟ أبو حلول أنت أبو زيد، أنت اللي سامعين بذكراك، أنت اللي كل العرب ذكراك، أنت اللي بدور عليك في البلاد. قال لا قالت له اسمع ما أقول، أحكي لك اللي جرى يا أبو ريا كلام ما أقول، أنا وأنتو نصلي على طه الرسول. يكون في علمك أنا ولي وجاه لربي ما فيشي، أصل غراب النياح وام علي، ناصب لي في جمالي ما فيشي، أنا زوجي يا سلامة كان سلطان، أنا زوجي يا سلامة كان سلطان، وكانت ليها عساكر صفايا صفوف، اسمه داخر ابن سلمان، رمى الظهر يسمر صفاي، حنجل علي ضرب البيت.
نايم من عفشه وخد ولدي ضنايل ما حدش غيره. الله جاني ثالث يوم قال لي ايه قعدك حدانا راهو ولد ما يختشيش له قال مالكيش غير اللي هان زوجك مات وولدنا خدناه دلوقت تطلع على طول ولما طلعتي لقم راسك وبهدل لك العرض والطول يلا غور اهلك وناسك. طلعت بعد وتوكلت على الله وطلعت على مدينة ابوي قعدت 7 سنوات طبعا نسيت عن حكي ابو زيد قعدت يا سلامة 7 سنوات ولدي ما شفته شي يصمر يا عم الفتوات واللي ابتلى ما تلوش يوم هبها بالشوق علي اسمع لباب الحكاية وصح كلامي يا بري اشتبت اشوف ضناي خوف لا يخلص العمر خفت يا سمر لا يخلص العمر هبها بالشوق معاي طلعت يا بطل بالأمر قلت أنا شوف ضناي طلعت على أرض النعمان الجسم كما قدر هاي ودست الخشن والنعمان سألت على ولدي قالوا لي بيرعى البهاي ولد السلطان ولدك بيرعى الجمال عم وداه يرعى الجمال قلت وروني ضناي دنا قلبي من الغلبة ومال يسمر وصيغ الحكاية طلعت مع العبيد اللي بيرعى الجمال تراه الود بعين ورآني قرب علي نحوي وجمال عرفني النم خوى علي وجان أمه اللي تعول هم ودموعي نزلت مجاني خدنا بعض بالحضن الاثنين وقعنا على الترايب قعدنا يجي قيمة 2 ساعة يا ما احنا اجتماع الحبايب بعد ما قمنا بسأل ضناي يا ولد ازاي الحال لازم تصغى وتكون معايا ده انا جاي اشم الرحال الريحه ليك قال لها بتساليني يا امه نص الحلال مشيني حافي بالانعال بخدم ليل نهار ماشي وتربت في قلبنا عال ليل نهار ماشي بص يا امال لوني ودمي لا مقدار ولا قيم انظر يا امال يا امي حافي وهدومي قديم ساعات في الخلا نبت يعني ساعات في الخلا نبات ساعات في الخلا نبت ويقول شد حيل ومطمعني امواي يديني بنته يقول لي جميله ورخيه الاشعار ما معيش غيرها وانت ابوك ما معكش ما خلفش غيرك وحياتي الملح والعيش الخير ده يبقى خير اخدم ليل نهار والكل ده يبقى مال ومطمعني امواي بس الاحكام شو مخلصه قالت له اقول لك يا ولدي اسمع كلامي انا وانت نندلوا البلد نجمعوا له اجوال فرسان وانت حيديك تدير العقد عليه وتبقى بين اياديك ويبقى يا ولد يرتاح بال قال لها يا امه كلامك كلام معقول وخدت ولدي ونزلنا البلد وطوعني في اللي انا بقول لما جالوا من البلد 50 نفر 50 فارس من كبار العرب وجينا ابو زيد داخلين هو بعينه تراني داخله ورا الناس يقول لي برضو عشنا ونشفوك لا انتي ولا احنا ما متناش برضو بعيننا ننظروكي سكت وما رديتش عليه اللي ابتلى ما تلوموش هو زغر فيا ويسبل عليه كاني ما عجبهوش استقبل الناس وعمل لهم كل واجب وبعد الواجب سألوه قالوا له جايين يا ملك نشروه
يا بطل فيك الكفاية تدي البت الولد أخوه آخر كلام والنهاية. وماما قال لهم ما دام جيتوا عشانكم أدي البت لي موهبة بس ليا شرطي مقضي لازم يجيب لي دول مع دول لازم يجيب لي دول مع دول كلام غير العقيل لازم يصنع الدور مع والفن حصان والفن عبد والفن خدمان والفن فرشة نعام والفن نعام كل اللي انت قلته يا ملك احنا نقضيه يا ملك يا طويل البعيد يعني يا طويل الباع عشان الولية الغلبانة دي احنا نقضيه لكن الفرس يا ملك بعيد مين يقدر يجيب لك فرس العقيل فرس العقيلة دي كانت عند الملك جابر ابن فضل العقيلي فرس نادرة من سلالة نادرة من خيل عربي أصيل الناس ما تشوفهاش عتسمع عنها بس مدبر اللي عتخدم ولا عتتركب وقاعدة على طول في خيمة ومحروسة بتسعين فارس ليل ونهار وغالية قوي عند الملك جابر مهتم بها قوي قمع يقولوا مين يقدر يجيب لك فرس العقيلي قم هو حلف بيمين اكتب سندات وحل ان ما جات الفرس قبل المطلوبين ما يتم في الامر حاجة ان ما جات الفرس قبل الطلبة لا ولد اخويا ولا اتهام ولا حد لي عندي تنفيذات يا عرب ولا اسمع سؤال الاجاويد قالوا الامر لله يا ولي اعذرين احنا عملنا اللي علينا الله الجويد قالوا الامر لله يا ولي اعذرين وطلعوا يبكوا والدمع بالله يا غنيمة اوعى تلومين والجو الست لسه بدك كلام كثير بتقول له طلعت اشكي امر للناس ما حد نصرني ولا قال حاصل أهل الخير دلوني عليك قالوا لي عايز العواقب سلامة أنت البطل والرب علاك قالوا لي روح نجد وهناك تلاقي سلام روح لسلامة أبو ريا بياخد بجاه الولاية يرتاح فكرك وريا أدي الدور وادي الحكاية أدي الدور يسمر شرحناه وادي حجتي يا هلال بعيد عن الشر إحنا وأمرنا المولى الموالي قالها مرحبا يا نور عليك مقدام خطرتي وجيتيني يطمني قلبك يا ولية أنا حافظ شرفي ودين مرحبا يا قرة العين ده مزيد اللي بيقول لكن برضي أشرح عليك الحكاية الطلب اللي انت طلبه ده عند ناس عدوية وحاجة مش مضمونة في يداي الطلب اللي انت طلبه عند أعداء أخصام قاتل منهم 23 رئيس غير الشعب بتاعه جايانا لي يعني انت تشغل انا وتجيني لكن مدام خطرت وجيتني بلدي يا حر لمي غطا اعتبري ولدك كأنه ولدي دم قطعوني فداك قالت له تسلم يا طول عمر يا زعيم عرب الهلايا يا
يا غندور يا ولد نايم. قالها يلا بينا على البيت. نادم على ريا جاته الست من البيت. الاسمر زين حناته قال لها يا ريا. قالت له نعم يا بابا. قال لها الضيفه تكون في امان. واي حاجه تبدوها ضيفة رب الرحمن اللي تطلبها تجيبوها. قالت له نعم يا بايا نعمين امرك يكون يا هلال. او طلع سلامة قرة العين اراد مولى الموالي. طلع السلطان حسن امام المملكية والد عم يقول له رايح فين وجاي من جاي. مبروك تحصل له زنقيب وعارفين مكانه. دخل على السلطان حسن الديوان لقاه جالس ورجاله حواليه. ابو زيد قال له صباح الخير والد عم. اتعدل حسن وقال له صباح الرضا يا ولد نايل. مرحبا يا ابو مخيم. قال له والله انا جاي يعني معايا رحله 3-4 ايام كده اشور عليه. ما تشتغلش انت عليا بس ودعي. حسن قلق. قال له على فين الرحله دي؟ على فين يا حبيبي؟ قال له والله جوني 2 ضيوف مرة والتاني ضناها وقالوا لي انت اهل المعروف وعايز اعمل جميل معاك. قالوا يعني على فين الجميل ده؟ قالوا جتني او رمت بلاها علي موزون مخي وعقيلي وقالت لي يا بري جيب لي فرس العقيل. اتعادى الحسن وقال يا سلام. ويا اخوي متى احنا انصلحنا معاهم الناس دول؟ متى تم الصلح؟ ده انت امبارح قاتل اسد كبير وخربت ديار. توك امبارح ما كملتش حتى اسبوع ورايح اجيب لك منهم ركوبه. طب خد يا اخي 2000 كحيله من عندي ودي الوليه وضناه. سنفدي الوليه بالعين دي ولا الكلمه دي تجري وراه؟ كلامك كلام مجانين. شفنا العجب والعجوبه. قاتل منهم كبشه سلاطين ورايح اجيب لك منهم ركوبه. ابو زيد في الرد قال له انت حسن كلامك مش كلام سلاطين. كلامك ده تقوله رجال الخناصه. واللي طاوعك على الكلام ده مين؟ الكلام ده والله ما ابقيه واصل. لازم اروح وابيع الاجل والروح ما دام جتني وفي بلدي الوليه دي ضلاها. ان شاء الله ربنا يكرمني واجيب لها الطلب اللي عاوزه. صرخ حسن وقال يا رجال وتلمت يمين وشمال بني زق وبني دريز وبني دخل وفي قال تعالوا شوفوا رجلكم من جنب. طب والله العظيم ابو زيد جرح مخه حاجه. قال له انا عايز اروح بني عقيل يجيب له فرح. انا شويه دخل الديار. مين قال جاه الكراسي؟ تلقت جميع الاحباب ابو غانم جلس على الكراسي. وجد العرب يحلفوا الايمان على ابو زيد ما يتم المراد. قال مأيد ومتمم يقول قال لازم ابلغ مراد. قم دخل في الدور وياه عشان في غل بينه وما بينه. انظر لما راد مولاه الدور قال له في عينه يا ما يقول له بزيد يا خهود ولد عم يا كذاب يا كذاب هاود رجاله يا تختشي على دمه. كم زيك وكم مساله. طب والله لو ركب على طير ما تقدر توصل حداه. مجنون عقلك راح يطير يا كم رجال حرصاه. طب والله لو ركب على طير في الجو ما تقدر توصل فرس العقيل. يا تقعد على الحيل والجو يا مجنون يا قليل العقيل. ابو زيد في الرد قال له يا ابن غانم انا عارف كلامك وما عنا. طب والله العظيم عايز اروح. بتديني حقن عشان اروح. يا ابو غانم عاوزني اروح منك تفج الروايح. لازم ابيع الاجل والروح علشان كلامك لا رايح. ريا قالت خلاص يا رجال. بنت ابو زيد ريا قالت خلاص يا رجال. ما دام ابويا حلف اليمون لا حاوج قلنا ولا قال جمله. يا عرب اسمعوني ابايا راح تروح. قالت له يا بايا راح تروح. والقلب مجروح. طب وعدني
تلاتينيو الوعدة تلاتينيو جناين بره قبل ما يخش على المدينة حصل حساب الراجل عنده حساب ما اللي ما يبقى عندوش حساب يبقى قليل أداء ويموت ويسكن تراب كان عنده حساب قال اتخبى واتنكر وليها جاه رب اسمه كريم كان معاه جراب الحيل أهو معنى جرب لكن حاطط فيه أدوات الحيل طلع دلب من الدلوب المرقعة اللي بتلبسها الدراويش ودقن اصطناعي بصابونة وربها أو تلت سبحة حلوة في يده وجر الهجينة وراه ودخل وسط الجنة عامل لقاها درويش تقف له الهجينة دخل الجناين اللي يقيم بعينه يلقى عبيد الجلب حواليه واقفين دخل عند العبيد دول وقال دول اخوالي دول اروح اسند حداهم الهجين وادخل المدينه بتجسس وازول الليالي الكحيله وليلي نهاري تجسس لما اعرف مكان الكحيل دخل على العبيد وجلت نظروه وجلسوه على الفراشات وريحوه كل الرحى وزبوه قهوة حبايب وسلموا عليه كبر سن صغر وشاي قعد مع العبيد تابع كبير العبيد كان نعسان كبيرهم كان نعسان يكرم الضيف والخواطر عنده 120 سنة 120 سنة قال له قوم سلم على الشيخ يا خلخاط قوم يا خلخاط سلم على الشيخ شيخنا اللي فيه الكفاية العبد لما تنظر للشيخ ترى عبد عنده النهاية أبو زيد يبص بالعين لكن البصة بصت ندام حاضر المعركتين عرفوا ان الهلال سلم اتعاد الخاطر وقال له مرحبا يا امير بلدك يا زعيم عرب الهلايل يلي سيوفك تضوي بلدك يلي نصرت الهلايل سلامه ما ردش عليك الكلام ده ما اعتبرهوش هو من طرفه يسب عليه كانه ما سمعوش هم لما ما ردش عليه قال له ما ترد رد يا اخي قال له ليه انت علينا؟ قال له من على مين؟ قال له ليه انت ما عارفش اسمي؟ قال له عارف ابو زيد ابن رزق ابن ناي وابن خضره الشريف قال له ابو زيد مين وخضره مين؟ ده انا مرسال ابن بلال ابن خاطر ابن بلال ليه اخر خاطر وانت اسمك خاطر ابن سعيد انا وانت من ضمن الحبايب حظك وفخرك سعيد لما انت نسيت القبايل يا خال خاطر برضو تنساني طب انت الدلات الاول
واحنا دلينا وجينا وراكم يا خال، خاطر عقلك تحول يا بتجعلنا نسيناكم. طبعا خاطر عند 20 سنه قال له الناس تشابه يا خال، انت ضيفي ما تسبنيش، ياللي في لبسك تخال في رأيي ما تأخذنيش. انتوا تأخرتوا جيت وراي، ازاي عقب الحبايب وازاي الناس والراي، كبر سن صغر وشايب. قالوا يا خال خاطر كلهم بخير، والليالي دول اللي فاتت مبسوطين اول وآخر، بس سعيد عميت ومات لما نصلي على النبي. عشب الناس أشكر عم جمال المعلم الكبير جمال، والرئيس عماد يعني. والله نورتوني، ويا رب اكون عند حسن الظن دايما.